عضو تجمع المهنيين السودانيين، مرحبا بكما. سيد أبو بكر عبد الرزق حميتي يقول بأن فضل الاعتصام فخ نصب لقوات الدعم السريع، وفي موضع آخر من تصريحاته يقول أو يبرر ما جرى بأنه ناتج عن استفزازات تعرضت لها قوته. عن أي فخ وعن أي استفزازات يتحدث؟ أنا في تقديري أن أنا لا أدري بالتحديد أي فخ هو الذي يشير إليه، لكن أدري تماما أن قرار سد الاعتصام هو قرار للمجلس العسكري بتمامه. وكنت أتمنى أن يصرح المجلس العسكري إلى الرأي العام أنه قد اتخذ قرارا لسد الاعتصام، وأنه وضع خطة محددة المعالم، وأن هذه الخطة لم تسير كما وضعها، وحصلت فيها بعض الاختلالات والتجاوزات التي ينبغي أن تخضع للتحديد والمحاسبة. بدلا من إنكار أن المجلس العسكري اتخذ قرارا بسد الاعتصام، وهذا ما تكذبه الشواهد وما لا يعني يغني أحد، هذا من جانب. الجانب الثاني الاستفزاز طبعا ظهور القائد حميدتي في أكثر من تاريخ حميدتي في أكثر من مرة أثناء مسيرة الاعتصام ورعت صد الاعتصام، وكثير جدا من الشعارات الجريئة التي تحدث فيها بشكل صريح جدا ضد هو الحرية والتغيير، جعل هذه القوى إما يعني بطريقة رسمية أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي، أن تتعرض لقواته بكثير جدا من التحكم والاستفزازات شخصيا، وأن يتم برضو هذه الاستفزازات أحيانا على قارعة الطريق يعني. ولعله هو يقصد مثل هذه الاستفزازات التي يظل يتعامل معها بإذن فعال. الوضع الطبيعي طبعا أنني كنت أتمنى من القوى السياسية أن تكون على دراية بطبيعة التركيبة الثقافية لمن تخاطب، لأن هنالك من قد تخاطبه بأي خطاب ولكنه يتطرف باتزان وبناء على خطة قبل خطوة ومسير قبل مسير. كما أن هنالك قيادات سياسية تتصرف في اتخاذ القرار السياسي وفي ردود أفعالها عن طريق ردود الأفعال إزاء التحديات المنصوبة في مواجهتها وإزاء الاستفزازات التي يمكن أن تواجه بها يعني. فلذلك أنا في تقديري طبيعة التركيبة الثقافية للفريق حميدتي لا تحتمل قضية الاستفزاز، وتتعامل معها في إطار من ردة فعل لا في إطار من الخطة قبل خطوة ولا المسير المصير قبل مسير يعني. طيب أنا في تقديري هذا هو الذي طيب سيد محمد الأصباط أحميتي في هذه الخطابات تعهد وأقتبس منه من كلامه حرفيا بتقديم كل من ارتكب جريمة فضل الاعتصام للمحاكمة وحبل المشنقة دون محاباة أو مجاملة، بل قصاصا للشهداء وإرضاء لأسرهم. انتهى الاقتباس. يعني ما محمول هذا الكلام، وهل ستكون هناك أكباش فداء تحمل المسؤولية بالنهاية؟ طبعا من ناحية الموضوعية هذا الكلام كلام فارغ من أي معنى ومن أي موضوع، لأن رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري اعترف في مؤتمر صحفي موثق ومبذول لكل من أراد أن يتابعه بأن المجلس العسكري بكل تكويناته وقادة الأجهزة الأمنية والنائب العام ورئيس الغضاء اجتمعوا وقرروا فض الاعتصام، وبالتالي هو جزء حميدتي جزء أساسي من الجريمة، وهو شخصيا يجب أن يقدم إلى المحاكمة هو وأعضاء المجلس العسكري. وإن كان هؤلاء الناس يريدون فعلا العدالة كان أول شيء عملوه أن تقدموا باستقالتهم وطلبوا أن يدلوا بشهادتهم وأن يدلوا يعني بدورهم في هذه المجزرة التي راح ضحيتها دماء عزيزة سودانية وبعملية اتسمت بالغدر والخيانة. وفي 29 من رمضان آخر أيام الشهر المبارك قتلوا الأبرياء بدم بارد وقتلوا النساء واغتصبوهم واغتصبوا النساء والشباب ورموا بالجثث في النيل. هذه الجريمة الكاملة الأركان الموثقة يعني
إذا كان فعلا هم يريدون العدالة، أبسط شيء أن يتغدوا باستغلالاتهم ويدلوا بشهاداتهم وبإفاداتهم لكي يعرف المحققين دورهم. ولكن كما هو معروف أن الحميتي وكل أعضاء المجلس العسكري يقولون شيء ويفعلون عكسه تماما. هم يقولون أنهم لا يريدون أن يسرقوا ثورة السودانيين، ثورة الحرية والتغيير، ولكن يعززوا سلطانهم يوما بعد يوم، ويتمادون في نقض العهود والمواثيق، ويمارسون الكذب والتدليس، ويقولون ما لا يفعلون، وفي كل يوم يؤكدون أنهم يريدون السطو على هذه الثورة، ولكن مستندين في الأساس على القوى النارية، ولكن ينسون أن لولا هذه الثورة ولولا هذه التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب لكانوا حتى الآن مجرد ضباط في اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير. ولولا هذه الثورة لما عرفهم أحد، ولما كانوا موجودون الآن يعني يتحكمون في مصائر الشعب السوداني. وبالتالي الشعب السوداني لن يسمح بهذا، لديه وسائل عديدة جدا، بعضها مجرب وبعضها لم يختبر حتى الآن. إذا أصروا على سرقة ثورة السودانيين فإن السودانيين سينتزعونها منهم، ولديهم أدواتهم النضالية السلمية التي تتوسل طيب. لا عنف سبيلا لتحقيق قايات ثورة الحرية والتغيير. طيب سيد أبو بكر عبد الرازق، يعني بتصدره المشهد السياسي ويعني بإفتائه في كل القضايا الحساسة التي تمر بها هذه المرحلة، حميدتي يتحدث عن انتخابات، يتحدث عن ويتوعد بإعدام من تورط حسب قوله في فض الاعتصام، إلى حد يعكس موقف موحد وقناعات موحدة للمجلس العسكري، أم أنه خطاب لنائب رئيس هذا المجلس حميدتي؟ ألا يعطي هذا بعض الوجاهة للمعارضة عندما تتحدث وتقول بأن حميدتي يتصرف وكانه رئيس دولة؟ أي نعم، المسار الذي يبدو هو كذلك، لكن في تقديري أن خطوات المجلس العسكري تتسق مع بعضها البعض، كل يقوم بأداء دور يخالف الدور الآخر. وفي تقديري أن كل الأدوار التي قام بها حميدتي من قبل قد صدقت من بعد في خطوات اللجنة السياسية في خطوات الشخص، وتتحدث حديثا مباشرا لا يتسم بالتزويد السياسي ولا بالحسابات ولا بالتخفي خلف اللغة، بقدر ما يتحدث بطريقة مبسطة وواضحة جدا وصريحة. أنا في تقديري أن المجلس العسكري يعمل كتيب واحد، وأن حميدتي يعبر بطريقته عما يريد المجلس العسكري أن يعبر عنه، وأن كل هذه المجموعة في واقع الأمر هي مجموعة، يعني أنا في تقدير طبعا من أول يوم كنا نتحدث عن أن هذا هو انقلاب قد اختطف الثورة الشعبية التي فجرها شباب الشعب السوداني. ولذلك الآن إذا كان أخونا الأصباط يتحدث عن سرقة، هو في واقع الأمر هو كان قصدي على هذه الثورة وترتيب لانقلاب عسكري. الثورة كانت واحدة من الأدوات التي يعني وظفت في إطار إنجاز هذا الانقلاب وإكساب التأييد الشعبي، والظهور ببصر الذي انحاز إلى الثورة الشعبية. ولذلك في تقديري أننا كلنا كقوى سياسية سودانية بغض النظر عن اتجاهاتنا نحتاج لوحدة إرادة وطنية، ونحتاج لتنسيق كامل فيما بيننا من أجل الضغط على هذا المجلس العسكري حتى نستطيع أن نحدد فترة انتقالية محدودة جدا تقوم فيها الانتخابات ويستلم فيها النظام المنتخب الحكم، ويذهب هؤلاء العسكر أو الجيش جميعا إلى السكنات، ويذهب هؤلاء الذين هم في المجلس العسكري من بعد ذلك في مقادرة الصحة السياسية السودانية. أنا في تقديري هذا هو الذي تم، لأنه في واقع هذا هو اختطاف للثورة الشعبية وقصد عليها وتوظيفها من أجل إنجاز هذا الإنقلاب الذي بدأت تبدو خطواته بطريقة واضحة أنها خطوات إنقلاب لا خطوات مجلس عسكري انتقالي. والمفارقة هنا تبدو كبيرة جدا بين ما فعله سوارداب في 85 وسلوكه العام وسلوك مجلس الانتقالي، وبين ما يفعله هذا المجلس وسلوكه
الذي يتبدى يوم إسرائيل. واضح سيد أبو بكر. محتاجين لهذا الترتيب. طيب واضح سيد الأصبات. في جانب آخر من هذه التصريحات حميتي يتحدث عن مخططات ضد السودان، دور السفراء أجانب، يحذر من الفوضى ومن مصير دول محيطة أو مجاورة. يعني كيف تفهمون هذا الكلام؟ هل هو محاولة لتصدير سيناريو التخويف، ولمن يعني، للداخل للخارج؟ هو طبعا الظاهر في خطاب حميدتي خلال على الأقل الأسبوع الماضي أو خلال أسبوع أو أكثر أنه هو يحزو حزو المخلوع البشير، يعني حزو النعل، يعني هو يقلد البشير في كل خطاباته وفي الاستدعاءات الدينية الخاطئة، حتى يذكر بعض الآيات القرآنية خطأ ويذكر بعض الأحاديث خطأ ويتحدث بنفس اللهجة وبنفس الخطاب أخوات نسيبة للنساء والابتلاءات ونفس المفردات التي كان يستخدمها المخلوع البشير ونفس المنهج في وهو منهج التخويف ومنهج كما كان يقول البشير إذا لم أكن أنا حاكما لضاع السودان. الآن يقول في تصريح لنيويورك تايمز أنه لو لم يكن في منصبه لضاع السودان، والآن يتحدث عن سفراء ويقول كلام مرسل لا يسنده أي منطق ولا تسنده أي معلومة ولم يقدم أي معلومة ذات جدوى، هو مجرد كلام للتخويف. وإذا كان هنالك حديث عن دور أجنبي فالدور الأجنبي يقوم به حميدتي شخصيا، لأنه هو المسؤول مباشرة عن إرسال جنود مرتزقة للقتال في حرب لا علاقة للسودانيين بها، لا ناقة لهم ولا جمل فيها. فإذا كان هناك اتهام يجب أن يوجه له هو والذين يدعمونه وليس لجموع الشعب السوداني. أما الحديث عن الأمن وهذا حديث مضحك جدا، طوال أيام الثورة منذ أن تمت الإطاحة بالبشير وحتى 29 رمضان كان الأمن مستتبا، لم تسجل سوى حوادث قوات الدعم السريع وبعض الجنود المتفلتين، ولكن المواطنين كانوا ينعمون بحياة آمنة ومستقرة وكانت الحياة تسير بشكل طبيعي، ولكن ما أن يستولوا هم على المشهد حتى تحولت حركة الناس في الشوارع في خطر ومات الكثيرون موتا مجانيا بسبب شهية العسكر في السلطة والقتل والتخويف. هو يعتقد أن التخويف سلاح يمكن أن يرعب السودانيين، ولكنه ينسى أن السودانيين على طوال 7 أشهر يواجهون الرصاص بصدور عارية، لأن لديهم هدف نبيل هو ثورة الحرية والكرامة، ثورة الحرية والتغيير. أشكرك جزيل الشكر محمد الأصبات، الكاتب الصحفي عضو تجمع المهنيين السودانيين من باريس، وأشكر أبو بكر عبد الرازق.